الهم تروينا. يا دنيا انقطع حتى النسم والقود. يا دنيا بكاس الهم تروينا، تجر على الألم والآه فينا يختنق هالصوت. واجس وعذاب وخوف ولا منه يواسينا، تجر على الألم والآه فينا يختنق هالصوت. واجس وعذاب وخوف ولا منه يواسينا، ولا منه يواسينا. جنينا المر والعلقم، وكان الحلم ورد وتوت، ودنيا تغلق ابواب السعادة في خطاوينا. جنينا المر والعلقم، وكان الحلم ورد وتوت، ودنيا تغلق ابواب السعادة في خطاوينا. بأمنا وصبرنا احنا مشيدين بيوت، نرد يا عسى باكر ترسينا موانينا، ترسينا موانينا موانينا. خير يا خالتي؟ ما شفتك اليوم ابدا يا بنتي يا خولة الا هني في البيت. تذكرت اليوم جيت البيت عندكم ما لقيتك، ولقيت ابوك وعمتك. خير ان شاء الله، بغيتي مني شيء؟ لا يا بنتي سلامتك، بس هي تسال عن السفاره بعد ذيك الريح والبرق والرعد والبحر فوق وفوق. لا تحاتيني يا خالتي، هم إن شاء الله بخير وما فيهم إلا العافية. آمين آمين يا بنتي. خالتي أبوي تراه يسلم عليك ويقول لك تطمني ولا تخافين على مازن. ما خاف يا خولة، الخوف الخوف مزروع في قلبي من يوم مازن صغير. خالتي وكلي يلا، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ليش دخلت وخليتني وما عيبك كلامي؟ عايبني يا ابوي عايبني، بس تعبان شويه، باين عليك التعب. ايش اسوي، يلسة طول النار في هالدكان من الصبح لين المغرب. الله يساعدك ويكثر خير. هاي البضاعة اللي سايرة الهند هي بتريحني، بتريحني لما يوصلون بالسلام إن شاء الله. يابر أبى أسألك. خير. ومازن لما يرجع بتزوجه خولة؟ تراني وعدته يا حرمة، وعدته وبسك من هالسالفة هاي بسك. إنزين، وإذا خطبها واحد غني وما ناقص منه شيء، كامل والكمال لله. ها؟ أنا أقول إذا خطبها واحد غني هيش بتوافق؟ ها بس أنا أعطيت مازن كلمة وما برجع بكلامي. لما يرجع مازن قلت لك خله قدام الأمر الواقع. زين وهين هاي الغني اللي تتكلمين عنه؟ موجود، أقصد إذا يا ناس ليش عم بيابر غرق يا ناس، ليش عم بيابر غرق يا ناس؟ ليش مازن يا ناس؟
الصبح يا ناس، ليش عمي يابر انكسر؟ يا ناس، ليش عمي يابر طبع؟ يا ناس، ليش عمي يابر طبع؟ يا ناس، ليش عمي يابر انكسر؟ ليش طبع؟ يا ناس، ليش عمي يابر طبع؟ يا ناس، ليش عمي يابر انكسر؟ يا ناس، ليش عمي يابر طبع؟ مازن ودي هلك يا يابر 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 يا خير ان شاء الله. ألامكم ايش عندكم؟ نبي نعرف ايش صار على اولادنا. اولادكم مسافرين، انتوا كلكم تعرفون ان اولادكم مسافرين، بس اللانش انكسر يا يابر انكسر. ومن قال هالكلام هذا؟ حمزه هو اللي قال. وهنا هو حمزه علوان. انا مرغم علوان. نعم عمي. سيروا دوروا لي حمزه منين ما يكون، جيبوا لي الحين. ان شاء الله عمي. خلاص شو انا هاي ربك فين يابر 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 يابر. علامك انت بعد ايش عندك؟ اخوي يا يابر، اخوي ما لي حد غيره في الدنيا يا يابر. ايش اسوي له اخوك؟ اصبر اللي اسمه يا حمزه. وايش اسوي بعد انا ابا اخوي يا يابر؟ ابا اخوي رجع لي اخوي. اخوي اصبر اصبر لي يا حمزه، بسمع هالكلام مني صدق. وانا ايش بسوي بحمزه انا ابا اخوي؟ ابا اخوي مالك؟ اصبر لي يا حمزه. اخوي يا يابر رجع لي اخوي يا يابر رجع لي اخوي. رجع لي اخوي. كنا ما حد غيرك. ما قلت لكم؟ ما قلت لكم ان نظرته لي كانت غريبه؟ ما قلت لكم ان نظرته لي كانت مثل نظره ابولي يا ولدي؟ ما حد يعرف عنه اي شيء. يا ولدي يا حبيبي يا مظنوني يا ولدي يا ولدي يا ولدي. حمزه حمزه انت هني واحنا جالبين عليك الدنيا. ايش لك؟ ايش تريدوا؟ قوم عندنا قوم. هين قوم؟ قلنا لك قوم، تحرك قدامنا. زين هين يصير؟ عمي يابر يباك، قوم بسرعه. بس انا بالله بيتوا عمي يابر يباك. احترم نفسك عبدو وتكلم على قدك تسمع. والله يا يابر بيضيع يا نرى يا يابر بيضيع. اسكت اسكت اسكت. قدامنا قدامنا يا حمزه قدامنا يا ولدي يا حبيبي يا ولدي يا مظنون يا ولدي يا ربي يا الله يا الله. يا يابر انت لازم تتصرف. اخوانا اخوانا لازم يردون. انت لازم تصير بنفسك تشوف. يا ناس يا ناس خلونا قبل نفهم السالفه، وانا اوعدكم اني اسير روحي اشوفهم وادورهم. يا ناس زين فهمونا انا ايش سويت، خبروني. وش اسكت. اعرف انا ايش سويت، اسموني. اسكت اسكت يا عمي. يا ابنه هذا هو يا عمي. ها حمزه كيف حالك؟ الحمد لله عمي بخير. وين انت؟ وين كنت وين صرت؟ والله ابد يا عمي، بس يابر انت يا ابنه تسالف معه. قول لي يا حمزه، من قال لك ان اللينج انكسر؟ سمعت يا عمي سمعت. ومن هين سمعت؟ سمعت الخبر من البلاد اللي عدالنا. وانت ايش وداك هناك؟ انا تراني كنت. قول لي ايش اللي سمعته يا حمزه. سمعتهم يا عمي يقولون ان هناك لينش انكسر في البحر، وان في ناس شافوه. وسمعتهم بعد يقولوا ان ما شي لينش مسافر الا اللي طالع من بلادنا. وقالوا بعد ان للتاجر يابر. والحل يا يابر ايش بتسوي الحين؟ ايه اسوي بعد؟ انا باكر ان شاء الله اراد الله من الصبح بسير بنفسي اشوف المكان اللي منكسر فيه اللينش. وانا بي معك وانا بي معك وانا بي معكم. زين 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 يلا. في جنوب الشرقية روح انتوا الحين، وباكر الصبح لراد الله بنتلاجه كلنا عند البحر. يا ولدي يا حبيبي يا ولدي يا مخنون يا حبيبي. خلي إيمانك بالله قوي يا خالتي.
والنعمة بالله، والنعمة بالله. أسوي لي شيء يا خالتي قبل ما أسيبك؟ تبين شيء؟ أحسنتي يا بنتي، أحسنتي. عيني يلا نسيني. يا ولدي دوارة. نعم خالتي. خلي بالك على ولدك يا نوارة. خلي بالك على ولدك. إن شاء الله، إن شاء الله. يا ولدي يا حبيبي. عمي عرفت اللي صار؟ قصدك اللينش؟ نعم عرفنا، والحين ساي ندور المكان اللي انكسر فيه اللينش. يلا عسى خير ان شاء الله. عاد انا سمعت بالخبر وقلت اي اخبرك اذا ما مستعلم. لا البركه في حمزه. زين الله يوفقكم ان شاء الله ويعوضك خير يا عمي. خير ان شاء الله خير. يلا يلا عمي ابو عبد الله صيق بي تبعت يا عمي تعبت والله الرحمن تملى. الله خير ان شاء الله. يلا بروح انا عندك. صبر صبر عادي. اقول تشوف نواره؟ اشوفها. ايش تبابها؟ هي بس انا قلت مر عليها وخبرها انا الليله بطوف عندك. يا محسن يا محسن، قلت لك يا مازن البحر غدار. قلت لك يا ولدي، قلت لك البحر غدار يا ولدي يا مظنون يا حبيبي. خالتي خالتي هدي نفسك. ليش ليش تركتني وسرت يا ولدي؟ ليش؟ تعال تعال يا ولدي يا حبيبي. هدي نفسك، هدي نفسك يا خالتي، هدي نفسك. تعال ما حد عرف شيء للحين. يا ولدي هذا خبر ويمكن يكون شاب ويمكن يكون صدق ويمكن يكون صدق. حتى أبوه، حتى أبوه قالوا لنا خبر، حتى أبوه قالوا لنا خبر، وجلسنا ننطر وننطر وما حد سمع عنهم شيء. يا ولدي يا حبيبي حرام عليك، حرام عليك. خلوني أرجوكم، خلوني أرجوكم، أرجوكم. يا زمان مظلم
يا ابوي كيف المريضة اليوم؟ عساها بخير؟ والله ايش اقول لك يا فاطمة؟ مثل ما بس اتمنى ان غيبوبته ما تطول. واذا طول يا ابوي؟ في خطر عليه؟ لا ولد ما عندنا خطر، الخطر الحمد لله زال. بس ايش يا ابوي؟ خير؟ يا بنتي لو طول على حالته هذه بيطول نعرف هو من ومن اهله ومن اي ناس هو، وهذا بيأثر على حالته. لا ان شاء الله بيقوم بالسلام، بس تقول ان شاء الله. ان شاء الله يا بنتي ان شاء الله. والله يا طيبة يا اختي ما عندي خبر غير الحين، الولد اللي عندي في الدكان خبرني بس ما صدقته، قلت اسير اتأكد بنفسي ولحد الحين بعدني ما مصدق. ايش اقول لك يا اخوي، هذا اللي صار. واللي جاب لنا الخبر حمزة. زين ويابر هين بيصير يدور عليهم؟ يقول اون في البلاد اللي عدالنا، واون يقول ان الريح والموي مناثرة بالليحان. وحمزو هاي من هين ياب الخبر؟ ترى كان هناك وسمعهم هم يتكلمون انهم لقوا الليحان. وحدي يا اخوي ما اعرف. والله اذا هذا الخبر صحيح اكون انا سعيد. ايش بتكون سعيد ويابر خسران؟ لا يا اختي ما قصدي على خسارة يابر، قصدي اذا ما زنو ما رجع خولة بتكون من نصيبي. خسارة يابر ما تهمك علي؟ يعني اختك ما تهمك؟ افعليك يا طيبة، خسارة يابر تتعوض ما دام اخوك علي موجود. انزين بنشوف يا اخوي. يا رب تشافيه وتعافيه يا رب يا كريم. أريد أعرف هو مين وإيش هي سالفته بالضبط. خلي هذه معك. يا ترى هينك يا مازن؟
فين انت الحين؟ حي ولا؟ يا رب لطفك، يا رب لطفك، يا رب. وصول. وإيش هذا اللي معنش؟ إيش؟ حال من؟ الخالتي أصول. وهي ما تعرف تطبخ ولا ما تعرف تطبخ؟ تعرف بس ما تقدر، تعبانة. زين هات الصحن. ما تسمع؟ هات الصحن عنك. خلي الصحن. أراويش أراويش يا خولو، لما بيه أبوش براويش. صبري علي. خالتي 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 غريبة، الباب مفتوح وخالتي ما موجودة؟ هي راحت ليكن. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا خول حمزة، ما شفت خالتي أصول؟ لا والله ما شفته، بس هذا عابد جاي سألي يمكن يعرف. خولي أعطيني بيسة، أعطيني بيسة. عابد إيش فيك؟ أعطيني بيسة زيتي، أعطيني بيسة واحدة بس. عابد هين خالتي أصول؟ زيتي أعطيني بيسة واحدة بس، بيسة واحدة. أقول لك جاوبني، هين خالتي أصول؟ إيش تبي بها؟ ما كفاية اللي من تحت راس أبوك؟ عابد حرام عليك أنت، إيش تقول؟ حرام على أبوك إلا ما خلى إنسان في البلاد وما ظلمه. عابد أرجوك قول لي خالتي هين الحين؟ عند البحر قاعدة تنتظر ولدها مازن. عابد خلنا نروح نشوفها قبل لا تسوي في نفسها شيء. ايش تبيها خالتي أصول؟ هي مرتاحة وانتي بعد ارتاحي. عابد حرام عليك. عابد لا تحسسني بالعذاب أكثر من اللي أنا فيه. انتو تعرفون العذاب، انتو انتو تعذبون الناس. عابد بس. وابوك ابوك يتلذذ ويرتاح لما يشوف واحد يتعذب قدامه، لكن ما عليه، كان بيصير من ربه. الحين خلاص رمس نشوفها عند البحر. نواره تعالي معنا.
هين سايرين؟ عند البحر. ايش تسوين هناك؟ خالتي اصول هناك، سايره اشوفها. عند البحر؟ عابد يقول مسكينه، الله يكون في عونها. حتى انت مسكينه يا نواره، مسكينه. يلا سيروا انتوا وانا برجع الدكان. اقول نواره خير يا عابد؟ خير يا نواره. لما كنا عند البحر شفت ياسر هناك ووصاني عليك. علي انا؟ نعم، وصاني وقال لي لبيكم الليله، هو خبرني. اقول لك انت متاكد؟ متاكد يا نواره، متاكد مثل ما متاكد اني اكلمك الحين. عيل خاله نسير بسرعه. تعذبين نفسك وتعذبيننا معك. خالتي وصول، هذا قدر من الله سبحانه وتعالى، ما في قوة على الأرض تقدر تغيره. هم في قلبي بنات، أدمن بشاكيبة، وشجيت عند البحر ما رام يا سريبة. ترى كل اللي صار يا خالتي مكتوب، والمكتوب ما منه مهروب. خالتي أبوي صار مع جمالة يشوفون هيش صار ويدورون عليهم. ياني طارش وليدي، ليه عادل الليل ثمان؟ قلت بخبرك يا طارش توصلني لذاك المكان. ياني طارش وليدي، ليه عادل الليل ثمان؟ قلت بخبرك يا طارش توصلني لذاك المكان. يا خالتي خلاص، حرام حرام اللي تسوينه في نفسك. يلا يا خولة خلينا نوديها البيت. يلا يلا يا خالتي يلا. خالتي وصول، قلت بخبرك يا طارش وصلني لذاك المكان. قلت بخبرك يا طارش وصلني لذاك المكان. حمزة؟ حمزة؟ حمزة أنا زقرك ما تسمعني؟ ما سمعتك. طايف قدامي حتى السلام عليكم ما قلت. يا أخي ما شفتك. لا والله ما شفتني؟ نعم. هيش تبى؟ ما بشي. مع السلامة. صبر حمزة، علامك يا أخوي علامك، نحن أخوان وأصحاب ولا نسيت؟ ليش زعلان مني؟ هيش اللي خلاك تشتغل مع يابر؟ انزين، ما انا وحدي بس تشتغل عند يابر، حتى انت تشتغل مع يابر. انا مجبور، اتهموني زور وغصبا علي اشتغلت معاه. لكن انت؟ وانا بعد مجبور، عندي اولاد يبون يعيشون وياكلون. اولادك؟ اولادك اللي ما يعرفوا عنك اي شيء، انت نسيتهم مثل ما نسيت اللي سواه فيك يابر. لا ما نسيت يا حمزه، ومستحيل انسى اللي سواه فيه يابر. عيل كيف تشتغل معه؟ اشتغل معه عشان اتقرب منه وانتقم منه وبتشوف. هي انت تقرب وهو مشغلنك في مكان بعيد عن البلد. خله وانا وراه لما اتقرب منه واكسب وده. انا يا حمزة اجيب له مبلغ في الاسبوع ما يحلم به. يعني هذا رايك؟ نعم يا حمزة، بس انت اصبر شوية وشوف ياسر هيش بيسوي بيابر. هذا المكان اللي وصفوه قالوا انكسر فيه. هذا هو المكان. اي نعم مثل ما وصفوا هو هالمكان. عيل هين اللينج عمي؟ اللينج؟ اللينج داخل البحر يا البغام. اللينج طبعان ومتكسر والريح الله اعلم هين مودت لنا بعد. عمي 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 علامك ايش فيك؟ ايش هناك؟ شوف شوف هناك شوف. مازن مازن يا ولدي يا حبيبي. بسك
هدي نفسك يا مظنوني. هدي نفسك يا خالتي وان شاء الله هم بخير. بخير ان شاء الله ان شاء الله. ما انا بسير العب. سير يا ماجد بس ما تتاخر، مع اذان المغرب انت في البيت ان شاء الله. وانا بعد بسير عنكم. يلا مع السلامه. مع السلامه. مازن مازن يا ولدي. يلا يلا يا خالتي خلاص. ايش تبى؟ ابى العب معكم. ما انا بلعبك. ليش ما تبوني العب معكم؟ هنا ابوك. ابوي؟ ابوي مسافر. مسافر ولا معرس على امك؟ لا مسافر. يقولون ما بيرجع لكم. انت كذابين كذابين. ابوي بيرجع واليوم بيرجع. مسكينة الله يصبرها. الله يصبرنا كلنا على اللي صاير واللي جاي بعد. ان شاء الله ما جاي الا الخير. ها عابد هيش سويت؟ فيش؟ في سالفه اهلك واخوانك. خلاص عرفت كل شيء. انزين ما بتروح تدور عليهم؟ ادور على من؟ على اهلك، عمك، ابوك، اخوانك. امي وابوي ماتوا من حسرتهم علي، واخوان ما عندي. انا كنت ولدهم الوحيد. ومن اللي قال لك؟ عاد قال لي اللي قال لي حمزه. يعني ما بتقول؟ لا بقول بس في الوقت المناسب. الحين عطني بيسة عطني بيسة عطني بيسة حمزة. كيف يعني؟ كيف يعني بعد؟ يعني نحن مظالم، كلنا مظالم. وعندك هذه وحدة من المظالم اللي ظلمهم يابر. كيف؟ لا ماشي نوارة ماشي. أقول عابد أريد أشتري. زين تفضلي. ها خير نوارة هيش تبين؟ أريد سدر وحنة وياس إن شاء الله. تفضل هاي السدر وهاي الحنة وهاي الياس. خير نوارة إيش مستوي عندك؟ مفرحيني. إيش أقول لك؟ لو إن ما المفروض أتحنى وتعطر وهذه حال بلادنا. بس يلا قلت أفرح نفسي. نوارة خلي بالك على نفسك وعلى ولدك. لا تخاف علي يا عابد لا تخاف. والله ما أعرف ليش صرت أخاف من كل شيء. وأنا بعد يا عابد. بس قول لي نوارة حال هي اشترت هالأغراض؟ كيف أنت ما عندك خبر حمزة؟ لا ما عندي خبر. ترى ياسر بيجي اليوم بيتهم. ياسر؟ آه ياسر يقول هو. والله ما أدري يمكن. ما شعثر غير هذه الألواح بس المتناثرة في البحر. يا جماعة خلونا نروح تراكم تعبتم اليوم وايد. بايتي منطرش غيرنا يدورون. عمي عمي. اه ايش هناك؟ عمي شوف هناك. الوان. نعم عمي. شوي شوي لا تطول حسك. ان شاء الله. خذ هذا الصندوق وودي الدكان وضمه لحد الطاوله. ان شاء الله عمي ولا يهمك. هل الدكان امينها؟ ان شاء الله عمي. روح انت. والباقي ما حد يعرف عنهم شيء. المهم انت ارقد هني الليله وباكر بنشوف ايش نسوي. تعشيت ياسر؟ الحمد لله تعشيت. زين علي يلا تصبح على خير. يلا اقول ياسر
عمي أبا أقول لك شيء. تقول سالفة صندوق مازن لا تخبر عنها حد البر. إن شاء الله. بس عمي أنا بسير أرقد البيت والصبح بيك. ما ينفع يا ياسر ما ينفع. الصبح نحن ما نطلع من وقت. تراني بيك من وقت أذان الفير وتلقاني قدام الباب. ما يستوي ياسر ما يستوي. ترقدني الليلة. إحنا نطلع مني مع بعض أحسن من هني نطلع مع بعض. عمي عاد أنا قلت لهم وتلقاهم يحرسوني. هاي أول مرة يحرسونك الله يهديك يا ياسر. ما أنت رقد الصباح رباح. قلت بستريح.